وجهت كسفر كرئيس الوزراء حكومة الفدرال الصومالي وكيم الدولة كريم جبوتي أيها كقيب جلكا مناسبة على مسارك مدحونها الدبلوماسية دورتي جبوتي إسماعيل عمر جيلي والله في لين مقالة جبوتي كده عدو مالين تبرتوا آه وسير كجرجر كي مارين تمسيبوين كحكومة الفدرال الصومالي وقيب كهيد وفدي وجامني رئيس الوزراء أيها وربعين تور بحسي أهمية سفر كرئيس الوزراء وجهت كوحن بارسنا بسم الله الرحمن الرحيم وحن هدر سو غارني ودنك جبوتي عاصمه ديسا مغالدا ان جبوتي ان وحن اهين وفدي دولته جمهوريه فدرالك الصوماليا او قيب غلايه على مسارك مدحوينها ماركل لا دورتي ان مدن اسماعيل عمر جيله وحا وفدي ايغا صوماليا نو غامناي رئيس الوزراء حكومه جمهوريه فدرالك الصوماليا مدن محمد حسين روبله الحمد لله وسو غارني وجدد سفركنا وكا قيب غلكا دولته جمهوريه الفدرال الصوماليا على مساركا مدحوينها جمهوريه جيبوتي ولالكين ابهن مدن اسماعيل عمر جيلني نصر بشير علي وربعين تقرنكا مقالده جيبوتي.